طريقة تحميل لعبة البيع والشراء. نعم تستطيع، سوف نقوم بالبيع والشراء بواسطة يعني داخل لعبة سيميليشن محاكاة الحياة الواقعية. إذا نأتي لهذا الموقع مباشرة، ثم نذهب إلى هنا، ثم نختار سيميليشن يعني ألعاب محاكاة الحياة الواقعية، هي سيميليشن أو سيميلاتور. إذن وهنا سوف ننزل هنا الأسفل هكذا حتى نصل إلى هذا المكان. هذه هي اللعبة ترادر لايف سيميلاتور. إذا نضغط عليها لتحميل اللعبة، ثم هنا ننزل الأسفل، هذه هي صور اللعبة. ننزل الأسفل ثم نضغط على هنا على هذا اللون الأحمر، كليك هير تو داونلود ذيس جيم وننتظر. بعد ذلك نضغط على هذا الأزرق لون البنور هكذا، ثم ننتظر هنا 10 ثواني، ثم نضغط على هذه باللون الأزرق Proceed Now. تظهر معك هذه الصفحة، تضغط على Free Download هنا، ننتظر 10 ثواني هنا، انتهاء 10 ثواني هنا، ثم نضغط على كريت داونلود لينك هنا، ثم مباشرة سوف يظهر معك ملف التحميل حجمه 4 جيجا. نضغط على ستار داونلود. الآن يتم تحميل اللعبة، فقط ننتظر انتهاء تحميل اللعبة. إذا بعد تحميل اللعبة ستظهر بهذا الشكل. نضغط على دوبل كليك هنا، ثم نضغط على هذا العصا ونضغط فينيش، والآن يتم فك الضغط عن اللعبة، ننتظر فقط انتهاء فك الضغط. سوف تظهر بهذا الشكل. زين، يمكنك أن تغلق هذا. طبعا إذا لم يظهر الملف تلقائيا فستجده هنا على سطح المكتب. إذا الآن كي نبدأ الآن بتثبيت اللعبة، نضغط على ستوب هنا مباشرة، ستبدو اللعبة بهذا الشكل. سوف أضع العلامة هنا كي تظهر على سطح المكتب. نضغط على انستال جيم، نضغط على انستال جيم، ثم نضغط على وي. اذا هنا الان يتم تثبيت اللعبة، ننتظر حتى يصبح هذا اللون الابيض الصغير. عندما تظهر كلمة دان، هذا يعني بانه قد تم تثبيت اللعبة. نضغط على دان وسيظهر ملف اللعبة تلقائيا بهذا الشكل هنا. سنجدها ايضا على سطح المكتب بهذا الشكل. اذا نضغط عليها دبل كليك للدخول الى اللعبة. اذا الان يتم الدخول كما ترون. اوه على السوبر ماشي. ادخل السيتنج، سأضعه على لو هنا، ثم اضغط على نيو جيم. يتم الدخول الان الى اللعبة. اذا لزينا الدائرة باللون يعني كم تحتاج كي تقوم بالدش، يعني اسم الدش الاستحمام كي تقوم بالاستحمام. ثم يورين هو الرغبة في التبول حشاك. إذا واجهتك هذه المشكلة فنضغط على Alt Shop لعلاج تلك المشكلة. نذهب إلى هنا سطح المكتب ونضغط على مثلا Screen Resolution، نقوم بتغيير أبعاد الصورة للحاسوب في هذا المكان. سوف نقوم بتغيير هذه، سوف نضعها هنا. أنا أتركها على هكذا مثلا، نضغط أوكي. نجرب الآن وترى تم حل المشكلة. الآن تظهر هذه الأشياء بسرعة لنقضي حاجتنا. إذا نضغط الآن على نضغط هنا على التويلت، ثم نضغط هنا على بليس لأضعه هنا. والآن فقط لنذهب إلى نقضي الحاجة، فقط نضغط عليه، نضغط F. الآن يقوم صافي، أنهينا الأمر. الآن نأخذه مرة أخرى معنا، نضغط على Add to Inventory بالضغط على T
لقد أخذناه معنا. نذهب الآن إلى العمل. إذا كما ترى فالدائرة باللون البرتقالي هذا يعني بأن نشعر بالجوع كثيرا. سنذهب لتناول بعض الشاي هنا، ربما تجار الفصل بنا مباشرة. السلام عليكم، عليكم السلام، كيف المسجد؟ كيف حالك؟ حالي بخير. أنت بخير؟ نعم. وأعطيني بعض البيض خذها بنفسك، في الخبز. خذها. أوه حسنا حسنا. ضغط على F. أيوة نتناول بعض الأشياء. تناول واشبع. شكرا لك يا أبو لحية. اسكت يا أبو لحية. اسكت. كيف سأتناول هنا؟ إذا نضع الإشارة على البائع. حسنا يا بائع، أعطينا أعطينا. خذها بنفسك، ألا تستطيع أن مد يديك؟ إذا ليست طويلة يا رجل. ابتعد عني. اذهب إلى الأمام. أضغط على الآن على نعم على شكرا شكرا. كان ذلك لذيذا. هل شبعت؟ لم تقم الحمد لله. حسنا يا ابو لحيه الحمد لله. ولم تقم حتى بسم الله. حسنا حسنا بسم الله هو الواخره. يا الهي ما هذا ابو لحيه. نعود الى متجرنا الان. هيا 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 أي. مكان العمل نذهب الى هنا ونضغط على لاب توب. ليس لاب توب بل لا يمكنني تدويره فقط بوسط وسط الماوس. اسكت ايها الخادم اللعين. اضعه في هذا المكان. سند جيد جدا. اقم بفراغ الصناديق الان. اضغط على اف ثم الى هنا. اضغط على الماوس. اف اوكي الماوس هنا. إذا أنا سأخرج إلى هنا، سوف أغلق باكرا بسبب كورونا. سنقوم بإشعار الأنوار. إلى إل. ألم تنم بعد يا أبو لحية؟ هل عدت ثانية؟ أحتاج إلى العشاء. سأخذها بيدك. ماذا قلت لك هذا حسنا. الصباح؟ حسنا. ولا تنسى قل بسم الله قبل بداية كل أكل. ولا تقل بسم الله. لقد أكلت بسرعة أنا آسف. في هذا الوقت ولا لا تخاف اللصوص والجريسيج. لن تخاف شيئا. نقاء أجنب لحية. يوجد الشرطة في الطريق. قم بوضع الحاسوب نقل لنتمكن من تسجيل اللعبة. اضغط على بلس هكذا. سوف اضعه هنا. اوكي ثم اضع عليه الحاسوب. نضغط على اللابتوب ثم اضغط على بلس ثم اضع الحاسوب فوق طاولة. هذا أفضل. نذهب الآن لتسجيل النوبة. يا سيدي هل تريد أن تذهب لتلعب لعبة جيتا 5؟ هل تريد أن تلعب لعبة جيتا 5؟ نعم نعم لا أقصد هذا وقت العمل. ماذا تقول؟ أظنك سوف تدخل إلى جيتا 5 لأنني أسمع أغنيتها. قم بعملك واصمت. والآن اذهب سوف اذهب. إذا تم تسجيل اللعبة حاليا. أنت الآن تسجل اللعبة لقد سمعتك. هنا تستطيع شراء هاتف. لا تلمسني. 500 دولار. هنا تستطيع شراء هذا حيث تضع الموارد الخاص بك. 150 دولار.
تمام، هنا نستطيع شراء الحواسيب لابتوبس. إذا ثمنه 750 دولار. لدينا البنك هنا، البنك كما نرى. إذا نستكشف البنك. نضغط F. إذا هنا تقوم بمعاملات البنكية. إذن هنا نقوم بشراء الشيء المتعلق بالسيارة 115 دولار. لدينا جابر شوب. إذا جابر شوب الذي نراه هنا هو الموجود هنا على الخريطة، هو هذا في هذا المكان. إذا السيد جابر تشتري من عنده المختلفة كما ترى. أنا بشراء صناديق 35، ثم الخيار ب 25 دولار. ثم لدينا أشياء أخرى هنا، وأن تقرأ هذه الأشياء. كل صندوق له عنوان، تقرأ أ للشراء. لقد قمت بشرائه الآن، سوف أضعه في السيارة. يمكنني أضعه هكذا مباشرة بدون فتح الضغط على أو. الآن يتم إبداء الأشياء. دون على أغلق الباب. إذا إكسبورتين كامبني هي الموجودة هنا بالخريطة، هي في هذا المكان. هكذا يبدو. إذا هنا تشتري ستوك من عند الشركة ب 500 ألف دولار. إيه هذا شيء كثير جدا. إذا وبسبب أنني وضعت يعني لدي كل الدائرة فيها 100%، فهذا جعله يعني مريض. لقد أصبح مريضا، يقوم بالسعال. ثم لدينا الفورنيتشر شوب، هذا موجود في هذا المكان. إذا فتحنا الخريطة فهو موجود في هذا المكان، هو الفورنيتشر ATM الموجود هنا بالخريطة. ATM هو مكان استخراج المال بواسطة البطاقة البنكية. إذا هنا تشتري أدوات أخرى خاصة بالسوبر ماركت الخاص بك، مثلا هذا ستشتريه ب 3000 دولار. واو. ثم هذه الأتات ب 750 دولار. واو. كرسي مريح ب 350 دولار. التلفاز ب 700 دولار. ثم هذه ب 150 دولار. ثم لدينا السرير ب 350 دولار. ثم أخيرا مكان الاستحمام، لدينا هذه. سوف نحتاج واحدة أخرى لأنه يجب علينا نضع واحدة بالمنزل وواحدة في مكان العمل. 155 دولار. تواليت. ثم لدينا مكان الاستحمام ب 250 دولار. مع الأسف لدينا فقط 105. سوف نعود من إلى هنا بعد نقوم بجمع المال. نفس 850 دولار لمكان الاستحمام. إذا كنت تحتاج إلى مائدة أخرى ب 350 دولار. المكتب أيضا نفس الثمن. الكرسي ب 150 دولار. ثم لدينا الثلاجات ب 1000 دولار. واو. ثم أماكن وضع السكاكر أيضا ب 100 دولار. ثم لدينا هنا الكارشوب، يعني متجر السيارات الموجود هنا بالخريطة. هو الموجود هنا هذه السيارة. إذا كل السيارات التي يبيعها ثمنها 5500 دولار. 5500 دولار كل هذه السيارات الموجودة هنا، ومئة فيهم الشاحنة أيضا. التجارة ترادين كومباني الموجودة هنا في الخريطة، موجودة في هذا المكان. لنرى ماذا يوجد هنا. إذا هنا تشتري ستوك عندهم ب 25000 دولار. 25000. أنا أقوم بفتح. أنا بقول
هذا ونشتري الدواء ستبدأ $235. تولز شوب يبيع الأدوات، الشخص يبيع الأدوات. إذا تشتري من عنده بطاقة $150. المكان هنا لدينا $100 في البنك، إذا سوف نأخذ هذه $100 في البنك. إذا هنا يعطيك شيء بسيط جدا، هل تريد تحويل الأموال من المحفظة إلى البنك، أو من البنك إلى المحفظة، أو من البنك إلى البطاقة، أو من البطاقة إلى البنك؟ إذا يا إلهي، ما هذه الحادثة المؤسفة جدا. ماذا نفعل بها؟ أرجو لك الخير يا عمي. إذا قمت بوضع كل هذه الأشياء هنا، قمت بفتح ما تبقى من الصناديق. مرحبا بكم في السوق المغربي. يا إلهي، هكذا هنا. مرحبا بكم في سوبر ماركت متواضع. بدأنا المشروع للسوبر ماركت الخاص بنا. يا إذا لدينا كرتون جديد لنرى ما يوجد فيه. لنرى ما الذي يوجد في هذا الكرتون. الزيت حسنا، نضع الزيت هنا. إذا كما رأينا، إذا بعد وضعنا الأشياء كلها هنا، أو حتى قبل وضع هذه الأشياء هنا، إذا الخطوة الأخيرة كي تبدأ عملية البيع هي أن نفتح المتجر. نحن الآن لم نفتح المتجر بعد. كي نفتح المتجر يجب أن نفتح هذا المكان. الآن المتجر مفتوح، وهالناس الآن يأتون إلى هنا ويقضون. جيد جدا، الآن يتم البيع. إنه سوق زقان يا سادة. يلا يلا تمام رخيص. يلا يلا الله، شكون قال؟ شكون قال؟ غلى على مسكين. يلا زيد 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 زيد، مول مليح باع وراح. يلا سربي 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 بياسة. يلا 20 درهم بياسة، 20 درهم بياسة. بصحة والراحة. الآن سوف نضع هذه الأشياء هنا. في نفس الوقت يتم بيع المواد الأخرى. نشتغل نحن في فرع الصناديق. جيد. يلا يلا. اذا الزبناء ياتون للشراء. هيا بنا، بقي الكثير. المتجر ويعطيك هنا الاشياء التي تم بيعها. تظهر هنا، اشترى القهوة $5. رائع. إذا كما نرى اليوم كسبنا $500. رائع جدا. إذا تقوم دائما بتسجيل هنا في البداية. إذا لاحظت أن المحل الخاص بك ليس فيه كهرباء، هذا يعني بأنه عليك دفع فاتورة الكهرباء من هنا. وكي تدفع المال الخاص بالكهرباء، عليك أولا تحويل المال من هنا إلى البطاقة حتى تستطيع أن يعني تقوم ب دفع أموال الكهرباء، فاتورة الكهرباء. إذا طريقة جمع الأموال هي ببساطة، نأتي إلى هذه الآلة طبعا، ومن هنا نضغط على F، نضع المؤشر هنا، وضعت F. واو، الآن $427 هي التي كسبناها اليوم. يعني رائع جدا، لقد بعنا تقريبا كل شيء، بقي لنا فقط القليل في تلك الخزانة. يعني علينا ان نشتري مواد اخرى في نفس المكان، وهكذا تلعب اللعبة، تشتري وتبيع الى غير ذلك، وتربح وتشتري اشياء جديدة وتجهيزات جديدة.